دلوقتي هنتوجع مع حضراتكم إلى المنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان. هنزور مصنع إعمار اللي أسسه المهندس العبقري ياسر المهندس. هو أول مصنع مصري ينتج ماكينة الفريزة CNC، هي أم المكن في العالم. يعني أي ماكينة في العالم عايزين نصنعها لابد أن نصنعها من خلال ماكينة فريزة CNC. خليكم معنا. الشاب اللي قدام حضراتكم ده من الجدعان بجد، لأنه باختصار قدر يصنع لمصر أم الماكينات في العالم، ماكينة فريزة المعادن CNC، واللي بتصنع أي ماكينة في العالم بجميع مكوناتها ولأي صناعة. يعني بتصمم وتصنع أجزاء أي ماكينة واستنبطها مهما بلغ حجم تعقيدها، وبدقة مدهشة لأن مقياسها هو الميكرون اللي بيمثل 1000 جزء من المليمتر. تخيلوا. هو المهندس ياسر المهندس، 34 سنة، مؤسس شركة إعمار في مجمع الصناعات الصغيرة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، اللي تخصصت في إنتاج ماكينة فريزة CNC بطاقة 50 ماكينة سنوياً، منها ماكينات فريزة الاستخدام الطبي لمعامل وعيادات الأسنان لتصنيع تركيبات الأسنان، ودي بقى تحديداً بيخطفها فوراً أشهر أطباء الأسنان في مصر عشان يصنعوا بيها أسنان بديعة هوليود إسمايل. وبالمناسبة المصنع ده تحديداً هو الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا اللي بيصنع ماكينات فريزة CNC، و70% من الكوادر في مصنع إعمار النهاردة من المهندسين والفنيين والعمال اتعلموا فيه تصنيع ماكينات فريزة CNC اللي بتدخل في الصناعات الهندسية والغذائية والطبية والبترولية وغيرها من الصناعات. تعالوا نفرح بابننا المهندس الشاب ياسر المهندس. عرق قلت لي جملة خلتني جيت لك هنا فورا. مصر كلها محتاجة استنباط، أنا رجعت خطوة لورا وصنعت لهم المكنة اللي بتعمل الاستنباط. أنت بتنافس أكبر شركات العالم الألمانية واليابانية والأمريكية، الحمد لله، اللي بتصنع الفريز. الفكر المحترم ده بدأ معاك من إمتى؟ الموضوع يمكن عشان خلفية، كنت في الكلية، الخلفية الدراسية بتاعتي هندسة السيارات، فكان بالنسبة لنا إن هنري فورد ده الأب الروحي لتصميم وإنتاج السيارات بالشكل اللي بنشتغل به لغاية النهاردة. تمام. الراجل ده أول لما ابتدى كان بيعتمد اعتماد على الفني الماهر في تصنيع الأجزاء اللي تركب في العربية، وده اللي كان بيخلي معدلات الإنتاج بتاعت السيارات بطيئة جدا وقليلة جدا. هو فكر بره الصندوق، خرج بره القصة ديت، وحتى اعتمد في المصنع الجديد على الآلات، في إن هو يعمل آلة لتصنيع كل جزء. فبقى العامل بدل ما بيخلص دورة الإنتاج بتاعته في 8 ساعات أو أكتر بقى بيخلصها في 2.5 دقيقة. كانت النتيجة إيه؟ هي الثورة السيارات اللي موجودة النهاردة من إنتاج كمي رهيب، إن كل الناس تقدر تركب العربية. ده على أساسه كان الباك جراوند. لا، أنا محتاج إن أنا بقى في مصر، أنا عاوز أعمل صناعة، فأنا محتاج إن أنا أخرج برا عباءة إن أنا معتمد على الفني الماهر اللي بيشتغل لوحده بإيده عشان ينتج الشكل ده، في إن أنا لا أزوده بمكنة، المكنة دي فيها الدقة الكافية. ده واحد. اتنين، يكون في متناول السعر، ان هو يقدر الورشة الصغيرة ان هو يقدر ان يبقى قادر ان هو لا مش هيروح يجيب مكنة بمليون او 2 مليون، لا انا عاوز اجيب مكنة ب100,000، تقدر ان هي على الاقل تلبي لي 50% مش قول 100% من الاجزاء اللي كنت بعملها بايدي، لا انا اعملها بالمكنة. ابتدينا بقى في رحلة من 2014 لغاية لما ظهرنا الحمد لله للناس في 2017 في اول معرض ننزله في ماكتك باول 3 فريز CNC تم تطويرهم خلال الفترة ديت، عشان ننزل نقول للمصريين، نقول للعالم احنا الحمد لله بفضل الله احنا اول من صنع فريزة CNC في مصر. يعني ليه اخترت الفريزة؟ واحد، دي ام المكن، مفيش مكنة ينفع تتعمل من غير ما تكون عد جزء منها على فريزة CNC، وهي الاصعب. وهي الاصعب. ده على الجانب احنا كمهندسين بنحب التشالنج، فده على الجانب الايه اللي هو ايه كمهندس. على الجانب الاقتصادي مفيش منافس، محدش دخل القطاع ده في مصر، ده في مصر ولا الوطن العربي، وعلى حد علمنا احنا مفيش حد في افريقيا ولا الوطن العربي بيعمل فريز CNC. وبالتالي عملنا بنتريشن للماركت ده بحيث ان احنا نغطي احتياج السوق في المكان ده. قعدت قد ايه عشان تعمل مكنه زي دي؟ ما هو ده برضو، واحنا قعدنا الحمد لله من 2014 ل 2017 عشان نعمل المكنه دي واحده، مكنه واحده.
ونطور فيها ونعدل فيها عشان في الاخر لما اجي اقول للناس. كنت انت وكم واحد شغالين معاك في الاول؟ احنا كنا 4. المكن بتاعك ده النهارده انت بتنتج كام ماكينه في السنه؟ عايز اعرف. متوسط من 40 ل 50 مكنه في السنه. من 40 العدد ممكن يكون عدد قليل، لكن انا دايما بقول يا جماعه انا مش بنتج، مع احترامي الشديد جدا لاي حد بينتج مروحه او غساله، بس انا مش بنتج منتج استهلاكي، لا انا بنتج ده اسيت، ده حاجه اصل بيتحط في المصنع بينتج عشان يطلع فلوس. يعني دي مكنه ممكن اعتبرها بتطبع فلوس. خلي بال حضراتكم، المهندس ياسر المهندس تخرج في كليه الهندسه بجامعه عين شمس تخصص ميكانيكا سنه 2010، ومن وقتها ويمكن قبل التخرج هو بيحلم بتاسيس شركه اعمار وتعلم تصميم الماكينات في شركة تقنية للهندسة والصناعة في العاشر من رمضان اللي التحق بيها فور تخرجه. كانوا بيصنع خطوط إنتاج أو ماكينات أي صناعة، وفي سنة 2012 أسس شركة إعمار كورق، وفي سنة 2013 اتجه فعلياً لتصنيع ماكينات السي إن سي، ولكن قرر في سنة 2014 أنه يتجه لتصنيع ماكينة فريزة السي إن سي الأكثر تعقيداً، يعني رجع خطوات لورا عشان يصنع الماكينة اللي بتصنع ماكينة السي إن سي. وبعد سنتين كاملين نجح في تصنيع أول ماكينة فريزة سي إن سي، وكان أول ظهور ليه في المعارض الصناعية سنة 2017 بثلاث ماكينات دفعة واحدة، فريزة معادن وفريزة معادن لينة زي الألمنيوم والنحاس وفريزة خمس محاور للأغراض التعليمية، وبعدها انطلق وبقوة. أساعدك إزاي بحيث أن أنت تقدر الأربعين أو الخمسين مكنة يبقوا 200 و300 مكنة إزاي؟ ما هو برضو أنت في النهاية هتصدر باسم مصر. أيوة. أنا مش عايزك تقف على السوق المحلي، عايزك تصدر. إحنا بنسعى دلوقتي في إحنا نحصل على شهادات أهمهم السعودية والسعودية. إحنا أوريدي الحمد لله لنا مكان السعودية وليبيا. تمام. عايزين نكمل بس بقى. بالضبط حاجات فردية. الموضوع ما يعني لسه ما عندناش الأفتر سيل سبورت اللي الحمد لله قوي جدا لنا هنا في مصر. بره بنسعى إن إحنا نظبط الشهادات مثلا السي إي علشان أبقى قادر حتى إن أنا أصدر مكان صناعة محلية في أوروبا. يعني قصة مبقاش ان انا بجيب مكنة من بره وبطلعها ادخلها واطلعها، لا انا عاوز مكانتي اللي انا مصنعها هنا اقدر ان انا ابيعها في اوروبا. الماكينات بتاعتك النهاردة محطوطة في قطاعات ايه؟ وكفاءتها عاملة ازاي؟ ونجاحها عامل ازاي؟ ناخد القطاعات، قطاع مثلا قطاع التعليم، احنا الحمد لله لينا مكانتين في هندسة عين شمس، منهم مكنة في معمل الصوتيات والاهتزازات، دي مكنة بتستخدم في عمليات الريسيرش والديفلوبمنت، فمكنة دقيقة ومطلوب انها تعمل الحاجات بتاعت ابحاث ودكاترة. المكنة التانية موجودة في خاصة بمعمل سيارات علشان بيصنعوا بيها الفورمولا 1 بتاعت الستودنت، بيخش بيها الحمد لله مسابقات، والأجزاء اللي بتعمل على المكنة بتاعتنا بتسافر في العربية ديت المسابقة في انجلترا. تمام. قطاع الصناعي على مستوى تصنيع الماكينات، لا بيعين مكن لمصانع سواء خطوط انتاج شوكولاتة، هنا مثلا في العاشر من رمضان مصنع واخد الحمد لله 4 مكنات، مصنع تاني في المنزله واخد مكانتين بيصنع المكنه بتاعه العجين بتاعه العيش، مدين مثلا يعني بيصنع ايه في الماكينه بتاعه العيش؟ فاهمني؟ اجزاء المكن يعني الجزء اللي بينزل فيه العجينه علشان يتخلط وبعد كده يتزق عشان ينزل بالشكل بتاع العيش فيه، دي اللي بتشكله له، دي اللي بتصممه له. بالظبط. هل المهندس ياسر المهندس لسه لغايه النهارده بعد حوالي 8 سنين اهو شغل لسه بيعاني من عقده الماكينات الالمانيه واليابانيه والامريكيه اللي جاي مصر هنا؟ وهل انت سعرك كام في المية منه؟ وهل ده كفيل لحمايتك ولا لا؟ لو احنا لو بنتكلم على السعر، انا السعر بتاعي مثلا في المكان الصناعي نتكلم في 50% من المكان المستورد. ده ما يكفلش حمايتك؟ مش لازم. مش لازم. بص عقدة الخواجة اكتر. بص الناس اللي ابتدت معانا كشركاء نجاح مش كعملاء، وخطرة ان هي تحط مئات الالاف من الجنيهات علشان تشتري مكنة وهي فعلا بتخاطر لدرجه ان الوكلاء يكلموهم يقول لهم انت مجنون، في حد يدفع في مكنه مصري 500,000 جنيه؟ الراجل ده الدكتور ده المهندس ده اللي ابتدى معانا بالمكنه الاولانيه النهارده انا هو من الاسباب اللي ربنا يسرها لنا عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها. ودول انا فاهم بقول انتوا شركاء لنجاحنا، انتوا مش زباين. انت تحميني ازاي؟ سوق لي، دافع عني يا جماعه، الشخص الفلاني اشترى المكنه الفلانيه من اعمار وجاي في المعرض السنه دي والسنه اللي فاتت مصورين احنا اكتر من 30 فيديو مع اكتر من 30 عميل، الحمد لله جاي المعرض يشكرنا شكرا جزيلا. خليك تشارك في المعارض الخارجيه واساعدك وادعمك. ان انا مثلا انها مشاركات تكلفتها عاليه جدا. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا عارف يعني تركيا بالذات بتعمل القصه ديت،
تركيا ممكن تلاقي هنا في معرض عاملة بوث باسم السفارة التركية في المعرض اللي بيصنع منتج وطني 100% بالظبط. انت تخش عليه انت عاوز تصنع ايه؟ ريشة مروحة؟ انا عندي مصنع فلان والفلان والفلان بيصنع ريشة مروحة ووصلك بيهم. دلوقتي تعالوا نقابل مازن أرمانزي، هو سوري الجنسية وهو المسؤول عن قسم إنتاج ماكينات فريزة السي إن سي الخاصة بتركيبات الأسنان. مازن أرمانزي، أنت الخبير اللي مستوردينه من بره بيقولوا كده عشان يشتغل معانا في ماكينات الأسنان. صحيح، دي ماكينات مهمتها أنها تصنع تركيبات الأسنان. صحيح، اللي بتتباع بألفات النهاردة، التركيبة مش الماكينة. بالظبط، اشرح لنا بقى دي بتشتغل ازاي والفرق بينها وبين المكن المستورد وازاي نجحنا نعملها، احكي لنا بخبرتك. زمان كنا بنعمل التركيبات نفسها بطريقه يدويه، كنا بناخد المقاس من الدكتور اللي بياخده الطريقه التقليديه اللي هي بماده المقاسات، وبعد كده نشتغل على الموديلات الجبسيه الناتجه من المقاسات دي، ونبدا نعمل حاجه اسمها واكس، ونبدا نعمل كاستنج وفورجينج وكله شغل يدوي وبالايد. طبعا مع التكنولوجيا والتقدم والكلام ده، الحاجات دي بقت تتعمل خلاص على ماكينات بتفرز التركيبات نفسها من مختلف الخامات، من اول التيتانيوم والكروم كوبالت والجلاس سيراميكس اللي هي بنعمل منها الهوليوود سمايلز والابتسامات الهوليوودية والكلام ده. يعني كل ده بتعمله المكنة دي؟ وتحافظ على اللون وتخلي اللون شكله طبيعي. طبعا والتركيبات الزيركونيا اللي هي اكثر صحية من تركيبات المعدن. النهاردة الدكتور بقى عنده مكنة زي دي واقف عمال يخطط عليها ويرسم السنة اكيد وشكل البق، صح كده؟ اكيد. وهو اللي ده بيتحدد على جهاز كمبيوتر برسمها وبعدين ادي باركود للمكنه دي فهي تقوم مطبقها. بالظبط، احنا بندي المكنه جي كود ناتج عن الرسمه اللي رسمها الدكتور. الدكتور بيرسم الرسمه اللي هي شكل السنه عن طريق برامج مخصصه لرسم الاسنان، بيدخل الكود ده للمكنه والمكنه بتعمله التركيبه من الخامه اللي هو بيختارها. اللي قدام حضراتكم ده هو المحاسب نابغ المهندس، المدير التجاري لشركه اعمار اللي بتصنع ماكينات فريزه السي ان سي. ركزوا معاه، احنا هنا بنصنع مكن فرايز، يعني انت بتعامل مع عقول كلها شغاله في الهندسه، يهمه يطلع مكنه، اما التكلفه مش هتفرق معاه، هو عايز يطلع مكنه. انت بتسيطر ازاي؟ بتحدد سعر المكنه دي ازاي؟ عايز اعرف. احنا عندنا شقين في التسعير، الجزء الانترنال اللي هي تكلفه الانتاج، انا بدفع قد ايه علشان اقدر اصنع المكنه دي، وفي الجزء بقى اللي هو الخارجي، المنافس بتاعي بيبيع بكام، طب الكاستمر بتاعي مستعد يدفع كام علشان يغامر ان هو يشتري مكنه مصري ويجرب. ساعتها ممكن يبقى السولوشن بتاعي مش ان انا اسعر المكنه دي بسعر ارخص، ممكن اعمل موديل اصلا ارخص تكلفته اقل، موديل اقتصادي علشان يعرف يبنتريت الماركت، يعني يخترق الماركت ويبدا يسمع مع الناس ويعمل اسم للمكنه بتاعتنا. ممكن يبقى ساعتها اعمل مكنه بالمارك اب بتاعها اعلى، يعني نسبه الربحيه فيها اعلى عشان اقدر اعمل ار ان دي فيها، اعمل ريسيرش اند ديفلوبمنت، اعرف اطور فيها وتقدر ان هي توصل للهاي اند كاستمر بتاعي. البحث والتطوير بتصرفوا عليه قد ايه؟ في مكان الاسنان ممكن نتكلم 25% من الايراد بتاع الديبارتمنت بتاعه الاسنان بتخش في بحث وتطوير. مكنه الاسنان بتاعتنا مش بتتغير مره كل سنه، لا، الفيرجن بتاعها ممكن يتغير مرتين في السنه، يعني الكاستمر اللي اشترى مني مكنه في اول السنه لو اشترى واحده مني النهارده هيلاقي شكلها متغير وهياخد باله من التغيير، مش تغيير بس حاجه بسيطه في الفينش وفي التشغيل وفي القدره وسرعه المكنه وفي التولز اللي بتستخدمها. انا كان في الاول عندي مورد واحد بس للتولز، الكاتنج تولز اللي بنستخدمها في التفريز، دلوقتي انا عندي 3. تسويق ماكينات الفريزه السي ان سي مش سهل، وخصوصا ان ثمنها ممكن يعدي المليون جنيه. تعالوا نقابل المهندس عبد الرحمن الباز، مدير التسويق في شركه اعمار. تسويق معده زي دي مش سهل. طبعا انت بتتكلم في معده ثمنها بيصل النهارده لغايه مليون جنيه، هي أم الصناعات اللي بياخدها فاهم إن هو بيحط في مصنعه مصنع. طبعا صح كده؟ بتشرح إيه؟ بتفهم الناس إيه؟ وخصوصا إن دي صناعة وطنية، فلازم يكون عندك القدرة على الشرح والإيمان بالصناعة. طبعا إحنا بنحاول نوفر للعميل إن هو يثق فينا عن طريق منتجات إحنا بنوفرها له، بنبدأ نتكلم معاه بيها، هل المنتجات دي هو يقدر إن هو يصنعها بعد كده؟ خدمة ما بعد البيع، كل الكلام ده لازم أنا أوفره له، لازم أخلي العميل يثق فيا قبل ما يثق في منتجي. بعد كده أبدأ أتكلم على منتجي، منتجي بيقدر يصنع إيه أو بيقدر يدي لحضرتك إيه. الدعم الفني. تمام. أنا شايف إن هو أقوى حاجة في الصناعة الوطنية. طبعا لو أنا استوردت مكنة من الصين ولا ألمانيا هيجي يساعدني ويدعمني فنيا، ولكن على ما يجي من بره أنا بخسر في الدقيقة فلوس. طبعا هنا الصيانة تبقى عاملة إزاي والدعم الفني عامل إزاي؟ هو اولا خلينا نقسمها لثلاث حاجات. اول حاجه عامل الوقت، تاني حاجه طريقه الصيانه بتاعتي، وتوفير الفلوس. بالنسبه لي عامل الوقت ان انا النهارده ككاستمر سيرفيس بقدر اخدم حضرتك، لو انا مشغول دلوقتي
في صيانه بره، بقدر اخدم حضرتك في الكاستمر سيرفيس بالتليفون، لان انا دربت حضرتك ازاي تتعامل مع المكنه، ازاي تعمل لها صيانه دوريه، مش هتبقى مستني الراجل يجي من بره عشان تديله مبالغ باهظه. كمان هو هناك كوكيل او لو موجود هنا وكيل في مصر، فهو بيغير الجزء اللي حصل فيه الدروب، انا بقدر ان انا اصينه نفسه لان انا مصنع هنا، فعارف اليه التشغيل بتاعه كل قطعه في المكنه. تمام، طبعا ده بيوفر على حياتك فلوس كتير جدا جدا جدا. بالمناسبه المهندس ياسر المهندس نجح في تصنيع ماكينه فريزة سي ان سي صغيره بتكلفه تتراوح ما بين 165 ل 300 الف جنيه، وهي خاصه بالورش الصغيره المنتجه للاسطمبه وقطع غيار الماكينات، ودي هتعمل نقله كبيره في الصناعات المغذيه لاي صناعه في مصر.